السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. والله تأخرنا عليكم، هي صارنا تقريبا أسبوع ما نزلنا فيديو، نعتذر منكم وحقكم علينا. هلا أول شيء بنشيك على الماكينات ونشوف إيش كانوا عم بيعملوا. آخر شيء على ما أذكر كان هي عم بتلم العشب. هاي خلصت. هلا حاليا بالوقت الحالي ما عندي أي شيء أعمله. طيب إيش رأيكم نروح نعمل مزرعة للبقر، لأنه نحن ما عندنا مزرعة حيوانات أبدا إذا انتبهتوا هذا الشيء، وما نزلت ماب يعني لحد الآن مشان نجرب زراعة الحيوانات. فراح نخرب هاي الأرض شوي. أول شيء ندخل هون على الماب بنشوف شو الأراضي اللي نملكها. هلا نملك هذول الأراضي ما بدي أخربهم مشان الحظيرة يعني صراحة. فبدي أرض تكون هلا قبل هون، خلينا نشوف وين محل بيع الحيوانات لأنه هو المهم. يعني ها هون بيع الحيوانات. ايش رايكم بهاي الارض كلها؟ نشتريها ونحط الحظيرة بالشوف. هاي ايش رايكم فيها؟ يعني هاي شوف، هاي الارض كتير كبيرة وحقست 100,000، والله كتير ياو. يعني هي حقها 300,000 مبلوعة يعني صراحة. وهي هون جنب الحيوانات يعني بتصير، يعني بنحطنا كم ماكينة جنبها فبصير الشغل فيها اسهل. ايش رايكم؟ في الحقيقة والله انا والله في هاي كمان ارض جميلة. لا والله ميل للبيع، لا والله للبيع. الأرض بستة تبع. طيب. هاي الأرض ما تنباع. أيوة حلو، بس اللي هيك عليه أسود هو اللي ينباع. أوكي مين، ما بعرف إيش نشتري. طب خلينا نشتري هاي الأرض 27. باي باي باي. تمام أوكي مين. طيب حلو، نروح على الأرض رقم 27. ها فيزيت. حلو جيني. هاي الارض مالي بس ما تكون مزروعه. اوكي ما في مشكله يعني. هلا الهيرفست، ثواني شوي خلينا نشوف شو الهيرفست كان. والله نسيت شو الهيرفست. هذا شيل الليم، شيل الفلز. على ما اعتقد ان الارض فاضيه ما في اي شيء. ايش هذا؟ ستون. صخر. حلو، هاي اضافه جديده. حلوه هاي. هون في ستون، هاي الارض مليانه ستون. ايش اسوي انا بستون؟ ما عنده في شيء، راح ينزلوه جديد معناته. حلو جميل جدا. طيب هون هلا هون بعض الارض ما مزروعه، لازم نزرع شجر بيت. طيب اول شيء بنروح بنجيب ماكينه لحتى نزرع فيها شجر بيت، اللي هي هاي. عندي اللي هي اساسا وينها؟ هي بتزرع شجر بيت اساسا. وانا بنزرع قصب سكر. اوكي مين. طيب حلو، خليني بس يخلص نعمل هذا الاشي. خلينا نرجع لهون نسوي زياره. حلو تمام. هلا تعالوا نخطط شلون بدنا نحط الحظيره. نيك هذيك شوفي شو تضبط معي، ما نتبهدل. حتى في مشكله اذا انتبهتوا يعني عليها، انه بالاصدار السابق لكل ارض تلاقي هيك عاملين بوابه صغيره مشان واحد يدخل يطلع منها. يعني ما اقول بالله العظيم عاملين لعبه، عاخذين حق هذيك الحسبه. والله العظيم حق هذيك الحسبه. طبعا بداية خلينا نشوف هون بانه رح نشتغل في هذا الاشي. طبعا هون بتجوا بسطلكم اياه، بنرجع نعيد من الاول. تكبس حرف البي، خلينا نوقفه على شارع العام مشان هلا نعرف شلون نشتغل. بتكبس حرف البي بالكيبورد اللي جنب الاو. تمام، بعدين بتجي لهون على ثلاث خطوط، بعدين تجي هون على الكونستراكشن البناء. طبعا اللي جنبها هي شمية الشراء. بنجي هون على الايمالز الحيوانات. انا وين؟ هي هون، هي هون الارض. ها هي بسطلة. خلينا نعرف ندور حالنا مظبوط. اوكي هي عرفنا بالاكس بالاي والكيو. بنفتل الكاميرا. اوكي مان، بس في كمان لازم نفتل شيء ثاني. طيب اول شيء بنشوف في عنا بيت الكلب. انا هذا كنت على اساس احط لكم اياه وفرجيكم اياه، بس هلا بعدين نحطه. في عنا هون شيء اسمه مثل مناحل. هي رح نعملها بعدين، وبعدين حنكون رخيص يعني الكميه نحكي فيهم. في عنا شو اسمه هي الشيطان، المداجن. تمام والله عاملين شيء مداجن حلوة. مكبرين المداجن نايس. طبعا ما راح نحط مداجن حاليا اكيد يعني. طبعا هو في شكل هذا اذا بدكم يعني، هذا انه بس هو مثل محدود كثير رخيص 26,000 يعني مثل هون. هذا كم وحده؟ هذا بيساع 25 خروف. هذا هو شكله. في عنا هذا اللي بيساع 65 سكي. في شيء برضه مهم انه هو الحجم صغران صراحه، كان اول كتير كبير يا زلمه. طيب هلا نحن بانه رح نكون حيوانات كلها جنب بعض وما معي مصاري كتير، فخلينا ناخذ هي 80 هي 45. اوه ماي جاش. تمام اوكي.
طيب هلا بدنا نحط كمان حصن. والله كتير كبيرة. والله يا مرحبا 29 اجمل ما. بس بدي ادورها. شلون بدي ادورها؟ ما بتدور يا شباب. والله ما بتدور. اوكي. حلو. هلا الخنزير ما رحبني حاليا. والخرفان ما رحبنيون. هذول نتركهم لغير مرة. تمام. خلينا اوه شي جميل والله. خلينا بس هيك نستكشف المكان بشكل اكبر. اوه ها. طبعا في بدنا معدات وبدنا مصاري بدنا. بس ليش شو اسمه في شيء ناقص حاصه. هاي شو؟ هاي المحالب. ايوه هاي حلوه. طبعا هون الارض هيك صايره لسبب مشكله انه بس اجمل يعني مشان نكون صريحين يعني اجمل. هون ايش في؟ من هون بنعرف نحن ايش عنا الوضع يعني كم حيوان. شد الهيلث تبعهم، شد الفود، شد الميلك، شد ستري، كل اشي. حلو. معناته اعتقد انه هون التنزيل. اعتقد من هون بننزل اشياء هيك اعتقد يعني. جميل والله. حلو. لا الحلوة انه كانت اول في شغلة احكي لكم اياها صراحة كمان يعني. لا في شغلة تحسينت صراحة. مثلا مثل هون بالماضي كانت الارض تخبص هيك بتنزل بتصير كلاش اوف وادي. اما هلا يعني هيك بتتحسن. حلوة البغباء. خبزة من هناك طير. طيب حلو. اعتقد هي هون راح يكون مكان التنزيل. يس يس يس. يعني بنجيب الاشياء هون بنحطها. طبعا كل حلقة راح نجرب نعبي شوية حيوانات اكيد يعني. راح نشتري سيارة ونجيب الامور. حلو. هون في مكان تفريغ اتوقع هون يعني الشيء اللي يطلع منها. طيب على كل حال خلينا نروح نجيب احد التراكتورات اللي نستفيد. هلا هاد بننزله. بنروح على بننزل هاي اللي بظهره وبنروح على الشوب نشتري هاي شو اسمه هنا الشيطان تريلة نقل الحيوانات. وش بدنا كمان؟ هلا بالوقت الحالي بس رح نشتري هذا الاشي. ما رح نشتري شيء تاني. وبعدين نبلش بنعبيها. بس يعني بدنا تريلات كتير والله. بنشوف شو بنظبطها. هلا هو المشكلة الرئيسية انه ما في مودات. والله لو في مودات اللعبة كانت زينة. بس ما في مودات. تخلي على تريلات الحيوانات. وينها هي. حلو. في عنا هاي التريلة 25,000 بتشيل 13 خنزير 6 بقرات. لا من اكبر. بس كان في مود انا بتذكر انا جبت مود. هاي 7 هاي 6. لا هاي افضل. هاي افضل يعني بشيل هون 13 خنزير. طيب على كلين ناخذه ونقول يا رب. والله التراكتور هذا كهرباء ولا هذا عادي؟ هذا صح اشتريته بالتخفيض تذكرت. بقدر هيك مباشرة. طب توبعك. هلا في شكلين للتحميل. اول شي خلينا نشوف هون. حلو عاملينها شغلة جديدة يعني. ايش هاي؟ هولاستن. هذا عمره شهر. هذا عمره 12 شهر. هذا عمره 18 شهر. حلوة هاي. اول مرة اي. هلا اللي فهمته انه مثل ما قلت لكم يعني انه هاد يقدر يتكاثر. اما هاد ما يقدر حتى يصير 18 حتى يقدر. طيب انا كل حال راح اشتري من هاد. تمام سيلكت 7 باي 7. تمام اوكي. انا كنت متوقع انه راح ينزل على الارض. ما بعرف ليش هيك كنت متوقع. صار الدنيا 18. يا هم ملايين. معناته هون البيع هنيك الشراء. هيك الواضح يعني. والله اشهر يكون نقلب المزرعة لهون اجمل ما. يعني هيك الارض اشرح. هنيك صايرة محشورين. هاي نسينا نجيب كمان تريلة مي. انا شلون بدي افضي؟ هون حاطين تريلة تفريغ ليكون قصده من هون تنزيل حيوانات. يا اوكي فضيوا. نايس. وين صاروا؟ فورا تشصعوا؟ فورا تشطحتي؟ حلو.
صار يعطيني انه هون البخر عمرهم 8 7 الهيل تبعهم صفر البرودكشن تبعهم الريفليكشن تبعهم صفر نعم كله صفر. طيب حلو لازم هلا بنسوي حلو سريع جدا 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 ونشتري لهم نجيب ترلات مي. شو انا نسيت اجيب مي او اي ترلات المي الله يسلحني. طيب خلينا نصفي هون عشان ما يفطسوا علينا هلق. بنروح نجيب نشتري تريلت تنعبي مي ونرجع سريع سريع. والله في نفس الشغله بدي اعرفها طلعوا بالكون لايك كروب حلو. بدي واحد من هاد بس جربوا هيك واحد بس. Do you want more for 250؟ لا هون بقدر انا اشتري من هون مباشر بينزل عندي بالمزرعه. ايوه فهمنا شيء يعني كان مثل كانه انه انا بقلب المزرعه. ايه نفس الشيء ما غيرت شيء. اي لانه انتم عاملين ارضكم في نص ارضي ما بصير هاللفه هيك. يعني انا اساسا ارض كل حوالي لكم الي يعني انتم جايين حاطيني ومخزنكم ما بعرف اي اللي تزوق قسما بالله. طيب هلا وين بدنا نفضي المي؟ وين نفضي المي؟ هلا المي اتوقع تفضيها هون جوا. اتوقع من جوا ما ان شاء الله من هون. هاي مو هون بعناته. ايوه مصيبة معلم وين ماي؟ ليكون هون ولا هون. هذا اللي ما كنا حاسبين حسابه. وين مكان المي يا شباب؟ ايوه وين التفريغ معلم؟ حلو لا هون كذا كله ما في تفريغ. وين نفرغ المي معلم؟ معقول هون مثلا؟ تخيلوا هون بنفرغ المي ولا هون؟ لا هذا مو زين هذا الحكي. والله شكله يا معلم هذول ما بدهم المي. هيك شكله يا معلم. طب تعال نجرب نشوف عند الحصن شلون تفريغ المي. نعم والله هون ما في مي كمان. حلوة العظيرة بندخلها بالتركتور. والله شوف واحد من اثنين يا اما ما بدها مي يا اما يا اما يا اما خبصنا الخبصة وغلطنا جبنا وتريلة المي. طيب على كل حال خلينا نوقف هون ونوقف اليوم وان شاء الله بنكمل بالفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.